Good morning, Primary 5. Our lesson today talk about types and the properties of soil. From previous lesson, if you remember, we said that soil is non-superficial, non-compacted layer. Sand, superficial, non-compacted layer that covers the Earth's crust. And in this lesson, we will talk about types of soil. Soils can be classified into three types, which are, first one, sand soil, silt soil, and clay soil. So now we have three types of soil. Sand, silt, clay. نقولهم بسرعة بقى. Sand, silt, clay. Sand, silt, clay. أنا دلوقتي قلنا إن أنا عندي types of soil, three types. Sand soil, silt soil, clay soil. Sand, silt, clay. And after that, we will study sand soil. And this soil composed of sand particles, small amount of clay and silt, and very or little amount of humus. يبقى كده عندي sand soil دي قلنا ان هي اكتر component عندها اللي هو sand particles. طبعا small amount من الكلي والسلت وlittle amount يعني اقل حاجه بقى عندها اللي هو مين؟ الهيومس. يبقى اكتر حاجه عندها السند وفي شويه من الكلي والسلت particles واخر حاجه بقى اقل حاجه عندها او اقل component عندها اللي هو مين؟ الهيومس. طبعا بقى ناخد في كل واحده كده property property كده ونشوف الفرق ما بين كل soil والثانيه. And first property of sand soil that its color is yellow and size of these particles is large. ايه؟ large ازاي بقى مستر؟ السند اصلا صغننه جدا. هنا بقى لو اولاد احنا بنيجي نعمل كومبير للبارتكل بتاعت السند طبعا بالبارتكل بتاع مين؟ بتاعت السيلت او البارتكل بتاعت الكلي. فلو جينا مثلا جبنا بارتكل من كل واحده هنلاقي ان اكبر بارتكل عندي اكبر بارتكل عندي هنا في السايز اللي هو السند مين؟ السند بارتكلز. يبقى كده قلنا ان انا عندي الكالر بتاع السند يلو والبارتكلز بتاعتها السايز بتاعها بيبقى ايه؟ يبقى large compared to another size طبعا. And after that third property we will talk about compactness of soil. طبعا meaning of compactness يا ولاد يعني هي تقدر ماسكه نفسها ولا لا؟ ولا هي طبعا لوس؟ لا هي طبعا الكومباكت الكومباكتنس بتاعت السند سويل بيبقى ويكلي كومباكتد يعني مش ماسكه نفسها خالص يعني تحس ان هي ايه مفككه كده. And after that because of it weakly compacted so it well aerated. تاني بروبرتي بقى عندي بعد كده البروبرتي اللي بعدها يا ولاد في حاجه اسمها بقى اللي هو الايريشن اوف سايل. طالما هي يا ولاد مش ماسكه نفسها لو جينا مثلا مسكنا ايدينا مثلا بس ما يعني ايه فككناهم عن بعض كده نحس ان هي ان الهاندز بتاعتي مش ماسكه نفسها. نفس الفكره بالظبط انا عندي الساند سويل دي طالما هي بتبقى ويكلي كومباكتد يعني لوز مش ماسكه نفسها يبقى كده الايريشن يعني الاير ان هو يقدر يخش او يخرج منها بيبقى ويل ايريتد. سهل جدا ان الاير يخش او يطلع منها. يبقى انا كده بنقول ان انا عندي اول بروبرتي عندي اللي هي الكومباكتنس هي بتبقى ويكلي كومباكتد. تاني حاجه ويل ايريتد يعني الاير سهل ان هو يدخل او يخرج منها. طالما هي ويل ايريتد يبقى كانت ابزورب ووتر سو ات هاز لوست ابزوربشن اوف ووتر. هي طبعا اقل تايب في الثري تايبس اوف سويل ان هي تقدر تعمل ابزورب ووتر ما تقدرش تعمل ابزورب ووتر خالص. And that because it well aerated so it has lowest absorption of water. طالما الايريشن بتاعها عالي يبقى كده الابزوربشن بتاعه يبقى اقل حاجه. يبقى انا في هنا ما بينهم بقى الاثنين من بعض كده في انفرس ريليشن يعني لو الايريشن عندها كده حصل له انكريز طبعا الابزوربشن يحصل له ايه ديكريز. طالما هي ويل ايريتد يبقى لوست ابزوربشن اوف ووتر ما بتقدرش يعني تعمل ايه ريتين للووتر دي ما تقدرش تحتفظ بالووتر. طبعا لو جينا مثلا ايه لو نفتكر مثلا ايه انا مثلا في المصيف كده ولا حاجه ورسمت اي رسمه بالساند على البيتش ولا حاجه فبلاقي مثلا لو انا جيت حطيت ووتر في الرسمه دي بلاقي ان الووتر بيحصل له ايه؟ باس فيري فاست ان ذيس سويل. عشان كده بنقول ان انا عندي بقى في بروبرتي ثانيه اسمها درينيج اوف ووتر. يعني ايه كلمه درينيج اوف ووتر؟ يعني انا لو جينا حطينا ووتر مثلا في الساند سويل هنلاقي ان هو حصل له درينيج فيري فاست يعني الووتر بتجري بسرعه جدا في الساند سويل. دي طبعا بيكوز ايه بقى لويست ابزوربشن اوف ووتر ان هي ما بتقدرش تعمل ابزورب الووتر. عشان كده الووتر ايه لو احنا حطيناها على الساند سويل بيحصل لها ايه؟ fastest drainage يعني بتمشي بسرعه جدا فيه عشان ما تقدرش تعمل ابزورب للووتر. طبعا الفيرتلايت بتاعتها لو نفتكر في الاول خالص قلنا ان انا عندي الساند سويل دي rarely contain humus or contain very very small amount of humus يعني ما عندهاش humus كتير. طبعا لو نفتكر في الليسن اللي فات قلنا ان انا عندي الهيومس دي فانكشن بتاعتها اد نيوترينتس تو سويل يعني بتخلي الفيرتلايت بتاعت السويل عاليه جدا. طالما الساند سويل ما عندهاش هيومس كتير عشان كده الفيرتلايت بتاعتها بتبقى ايه؟ لو فيرتلايت اور ليس فيرتايل. And second type of soil called silt soil. And this soil consists of mixture of gra-
gravel, and meaning gravel meaning small pieces of rocks, sand, clay, and silt. But the difference between silt soil and other soils is that this soil contain more humus. يعني هي بقى consists قلنا قلت فيها gravel وفيها sand وفيها clay وفيها silt وفيها كل الحاجات دي. بس هنا ال difference بقى ان هي عندها ال silt soil دي الحاجة اللي بتميزها يعني ان عندها more humus, عندها humus كتير جدا. طبعا بقى ال property بقى طبعا نشوف بقى ال properties بتاعت ال soil واحدة واحدة. طبعا ال color بتاع السند لو نفتكر كان yellow, لكن ال color بتاع ال silt هنا gray زي ما احنا شايفين كده. ال size بتاع ال particles بتاع ال sand soil كان large, هنا بقى ال size بتاعه بيبقى medium. لا هو large ولا هو small, هو بيبقى medium. After that compactness of silt soil, لو نفتكر الكومباكتنس بتاعت السند سويل كانت ايه, زي ما انت قلت كده, برافو عليك, هي بتبقى ويكلي كومباكتد يعني مش ماسكه نفسها قوي. لكن هنا بقى في السند سويل تبقى ميديوم كومباكتد او مودريتلي كومباكتد يعني تقريبا ماسكه نفسها شويه, مش طبعا مش ويكلي مش زي السند, لا هي ماسكه نفسها اكتر بقى شويه. يبقى هنا الكومباكتنس هاير ذان سند سويل, هنا بنقول هي مودريتلي كومباكتد مينينج مودريتلي لايك ميديوم, يعني هي ماسكه نفسها ايه يعني ميديوم, يعني لا هي هاي كومباكتد ولا هي ويك كومباكتد, هي ما بينهم. طبعا لو ده الكومباكتنس. اند سكند بروبرتي ايريشن, طبعا الايريشن بتاع الاير مثلا يخش ويطلع براحته, لا مش قوي, هي برضه هي بتبقى مودريتلي ايريتد. خدوا بالكم بقى يا اولاد من كلمه مودريتلي او ميديوم, دايما هتلاقيها في السيلت سايل. خلاص كده كلمه مودريتلي دي هتتكون معانا كتير, يعني هتيجي معانا كتير قوي في السيلت سايل. يبقى انا كده قلنا ان هي مودريتلي كومباكتد اند مودريتلي ايريتد. طالما هي مودريتلي ايريتد برضه هتبقى ميديوم ابزوربشن اوف ووتر اور مودريتلي ابزوربشن اوف ووتر, برضه ما تقدرش تعمل ابزورب الووتر قوي, بس برضه ايه ميديوم يعني مش زي السند, هي اعلى شويه من السند في حته الابزوربشن اوف ووتر دي. اند افتر ذات بروبرتي اوف درينج اوف ووتر, طبعا لو جينا حطينا فيها ووتر هنلاقي برضه الووتر بيحصل له درينج, بس بقى مش فيري فاست زي السند, لا هي هيبقى ايه بقى يعني ايه يعني هيبقى ميديوم درينج اوف ووتر. طبعا مش فيري فاست, هيبقى اقل شويه, هيبقى بطيء شويه, مش زي السند طبعا, لان هي هنا بقى بتقدر تعمل ابزورب الووتر. هنا بقى الابزوربشن اوف ووتر بتاعها بيبقى ميديوم ابزوربشن اوف ووتر, عشان كده الدرينج اوف ووتر برضه بيبقى ميديوم. لكن هنا بقى طبعا احنا قلنا مودريتلي ميديوم, كل الحاجات دي الكلمه دي جت كتير قوي في كل البروبرتيز. لكن هنيجي هنا بقى في الفيرتلايتي, لو نفتكر ان انا قلنا ان انا عند السيلت سويل دي كونتين مور هيومس, واحنا السلايد اللي فاتت قلنا طالما السويل دي فيها هيومس كتير يبقى كده الفيرتلايتي فيها ايه كتير, ولو هي فيها هيومس يعني ليتل اماونت اوف هيومس يبقى كده الفيرتلايتي بتاعتها بتبقى ايه لو. هنا بقى السيلت سويل كونتين مور هيومس, عشان كده هي بتبقى ايه بقى الفيرتلايتي بتاعتها بتبقى هاي فيرتلايتي اور هاي فيرتايل, عشان هي بيكوز ات كونتين ايه بقى زي ما قلنا مور هيومس. طالما هي كونتين مور هيومس يبقى برضه ايه الفيرتلايتي بتاعتها بتبقى ايه هاي فيرتلايتي. بعد كده بقى لاست تايب اوف سويل ذات كولد كلاي سويل, اند ذس سويل كومبوزد اوف كلاي سلت اند ليتل اماونت اور سمول اماونت اوف ساند اند هيومس, يعني هي فيها كلاي وسلت كتير, لكن طبعا ساند ليتل اماونت اوف ساند وليتل اماونت اوف ايه كمان هيومس. طبعا البروبرتيز بتاعت الكلاي سويل ان الكالر بتاعها زي ما احنا شايفين كده بيبقى دارك اور بلاك, والبارتكلز السايز بتاعها بيبقى سمول. خدوا بالك يا اولاد احنا جينا قلنا ان احنا عندنا هنا الساند سويل السايز هنا كان لارج, لكن في السيلت سويل السايز هنا كان ميديوم, لكن في الكلاي سويل السايز هنا كان سمول. هنفتكر بقى نربط نعمل ايه نربط ما بينهم كده. بعد كده بقى البروبرتي نمبر 3 اللي هي الكومباكتنس. فاكرين الساند احنا جينا قلنا ان انا عندي في الساند الكومباكتنس بتاعتها بتبقى ويكلي كومباكتد يعني مش ماسكه نفسها قوي, لكن في السيلت قلنا ان هي بتبقى مودريتلي كومباكتد يعني نص نص ميديوم يعني, لكن في الكلاي بقى هي هنا بتبقى ايه بقى هاي كومباكتد. يعني ايه كلمه هاي كومباكتد؟ يعني هارد يا اولاد, يعني ماسكه نفسها قوي جدا. بعد كده طبعا البروبرتي نمبر 4 بقى اللي هي الايريشن. طالما هي طبعا هاي كومباكتد لو جينا قفلنا ايدنا مثلا على بعض كده يا اولاد الاثنين مثلا شبكناهم ببعض هنلاقي ان ايدينا مثلا بقت هاي كومباكتد بقى ماسكه نفسها جدا, فعشان كده لو جينا مثلا ايه الاير اللي يقدر يعدي من ايدي وهو هاي كومباكتد, لا طبعا لو هو هاي كومباكتد يبقى كده الايريشن بتاعت السويل دي بيبقى بورلي ايريتد. طالما هو هاي كومباكتد يبقى بورلي ايريتد. لكن لو نفتكر معلش بقى يا اولاد كده لو هو كان ايه بقى ويكلي كومباكتد يبقى ويل ايريتد. يبقى هنا في ايه بقى فيها انفرس ريليشن ما بين الكومباكتنس وما بين الايريشن. يبقى لو هو ويكلي كومباكتد يبقى ويل ايريتد, لكن لو هو هاي كومباكتد يبقى بورلي ايريتد. طالما هو بورلي ايريتد يبقى هايست ابزوربشن اوف ووتر, يعني لو جينا حطينا ووتر مثلا هنلاقي ان انا عند الكلاي سويل تقدر تعمل ابزورب تقريبا الموست اوف ووتر دي لكل الووتر دي تقريبا. يبقى كده طالما هي هاي كومباكتد يبقى بورلي ايريتد يبقى هاي ابزوربشن اوف ووتر.
and slowest drainage of water. يعني جينا حطينا عليها ووتر عشان مثلا نشوفها تجري قد ايه، هنلاقي ان الووتر هنا مثلا بتبقى فيري سلو، بطيئه جدا، ما بتقدرش تمشي في الووتر قوي، لان انا عندي هنا الايريشن بتاع السويل بيبقى ايه بورلي ايريتد. طبعا الفيرتلايتي لو جينا نفتكر احنا قلنا ان انا عندي اليومز بتاعت الكلي عندها سمول اماونت اوف هيومس، طالما هي عندها سمول اماونت اوف هيومس يبقى الفيرتلايتي بتاعتها بتبقى ميديوم. خلاص بعد كده بقى اولاد قلنا ايه، لو جينا مثلا عملنا هنا كومباريزن ما بين كل تايب والتانيه، الكومبوننتس هنا بتاعت السايد، المين كومبوننتس الساند سايد بيبقى ساند طبعا، اكتر حاجه عندها بتبقى الساند، لكن السلت ميكستشر اوف جرافل ساند كلاي سلت اند مور هيومس. خد بالك بقى من كلمه مور هيومس دي، هي اكتر تايب للسويلز اللي عندها ايه هيومس. الكلاي سويل طبعا عندها كلاي وعندها سلت وعندها طبعا سمول اماونت اوف ايه هيومس اند ساند. الكالر طبعا الكالر بتاع الساند قلنا ان هو يلو، لكن الكالر بتاع السلت جراي، الكالر بتاع الكلاي بيبقى دارك. طبعا السايز بتاع البارتكلز بتاع كل واحده، الساند دي بتبقى لارج، السلت دي بتبقى ميديوم، لكن الكلاي دي بتبقى ايه؟ بتبقى سمول. خدوا بالكم بقى من كلمه ميديوم او مودريت، اللي هتبقى كتير قوي في السلت. الكومباكتنس في الساند بتبقى مش ماسكه نفسها قوي، عشان كده قلنا ان هي بتبقى ويكلي كومباكتد، يعني لوس زي مفككه كده، لكن السلت بتبقى ميديوم كومباكتد او مودريتلي كومباكتد، لكن في الكلاي سويل بتبقى هاي كومباكتد اور هارد. الايريشن بقى قلنا طالما هي ويكلي كومباكتد يبقى جود ايريتد اور ويل ايريتد. هنا طبعا مودريتلي كومباكتد يبقى ميديوم ايريتد، طالما هي هاي كومباكتد يبقى بور ايريتد. درينج اوف ووتر بقى هنا بنشوف مثلا ان انا عندي، لو انا جيت حطيت ووتر في الساند سويل بنلاقي ان انا عندي الووتر هنا بيحصل لها موف فيري فاست، عشان كده قلنا ان هي عندها فاست درينج اوف ووتر. طبعا في السلت ميديوم درينج اوف ووتر، لكن في الكلاي هنا طالما هي بقى بتبقى هاي كومباكتد يعني ماسكه نفسها جامد يعني وبورلي ايريتد، عشان كده الدرينج اوف ووتر بيبقى ايه؟ بيبقى فيري سلو. لكن الووتر ابزوربشن هنا في الساند، الساند سويل ما تقدرش تعمل ابزورب الووتر قوي يعني، عشان كده قلنا ان هي لو ابزوربشن اوف ووتر. لكن في السلت سويل طبعا هي طبعا بتبقى ميديوم، الكلمه دي بتيجي كتير قوي في السلت سويل دي، ميديوم طبعا ايه ابزوربشن اوف ووتر، لكن في الكلاي سويل بتبقى هاي ابزوربشن اوف ووتر. فيرتلايتي طبعا الساند هي دي طبعا ليس فيرتلايتي، اقل واحده في الفيرتلايتي كوز ات كونتين فيري اور ليتل اماونت اوف هيومز، لكن السلت طبعا كان عندها مور هيومز عشان كده هتبقى هاي فيرتلايتي، لكن الكلاي سويل بقى كان عندها سمول اماونت اوف هيومز عشان كده هي تبقى ايه تقريبا يعني ايه فيرتايل، يعني ايه ميديوم فيرتايل. تعال بقى نرجع للسلايد اللي فاتت دي احنا ايه جريناها. طبعا انا عندي بقى اولاد احنا عارفين ان انا عندي اي سويل يعني سيوتبل فور كالتيفيشن بلانتس اور فروتس، فروتس طبعا تبع البلانتس. اول طيب عندي بقى اللي هي الساند سويل دي سيوتبل فور كالتيفيت، يعني نقدر مثلا نعمل فيها كالتيفيشن يعني نزرع فيها كذا بقى تايب، مثلا بوتيتوس سويت بوتيتوس بيناتس اند كاتس. يبقى انا كده عندي الساند سويل دي ممكن نعمل فيها كالتيفيشن، كالتيفيشن لايه بقى؟ بوتيتوس سويت بوتيتوس بيناتس اند كاتس. تمام؟ لكن السلت بقى يا ولاد دي طبعا دي بتاعت الفروتس بقى السلت سويل دي، عشان كده نقدر نعمل فيها بقى كالتيفيشن لايه؟ ستروبري ليمون اورنج اند بوميجرينيتس. الكلاي سويل دي بقى دي بتاعت مين بقى؟ دي بتاعت الشوجر كين، شوجر كين ويت اند ماني فيجيتابلز، يعني كذا كذا ايه تايب من الفيجيتابلز. يعني كده الساند قلنا نقدر نعمل فيها كالتيفيشن للبوتيتوز سويت بوتيتوز بيناتس اند كاكتس، لكن السلت دي بتاعت الفروتس لو نفتكر اللي هي فيها هيومس كتير، فيها نقدر نعمل فيها كالتيفيشن لايه؟ ستروبري ليمون اورنج بوميجرينيت، لكن الكلاي سويل نقدر نعمل فيها مين بقى؟ شوجر كين ويت اند ماني فيجيتابلز. كده يا اولاد بقى ايه يا رب نكون فهمنا ان شاء الله. لو في اي جزء تاني هنشرحه. السلام عليكم.